FM. الكلمة ليك. نحبكم برشا 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 وناطرة ومتشوقة أني أشوفكم وأقرب أكثر على تونس وعيشة عيش تفاصيلها لقدر أعبر عنها بالطريقة اللي عم حسها وعم شوفها. والله يخليكم ويخلي لكم بلادكم بسلام، لأنه بيخلي سوريا ويخلي سوريا وإن شاء الله بترجع سوريا يعني. بس شكرا أنه بهالكم يوم عطيتوني بلد، حسيت أنه في حضن بلد حضني بهالكم يوم. ما بعرفش قدر أحس بالغربة لما أترك تونس، أنا متأكدة أني رح أتأزم، بس يعني شكرا لوجودكم. الكلمة ليك.